عدد الشركات الأجنبية اللي دخلت هذا المجال صناعة الأسمنت في مصر بدأت خصخصته في 1956، ده نقدر نقول إن الكلام ده 99، الخصخصة بدأت في 99. 99 عفوا. دي الخصخصة بمعنى بيع شركات قائمة، إنما القطاع الخاص دخل في الصناعة من سنة 96 97. أول مصنع قطاع خاص أنشئ كان في سنة 96 97. وعلى فكرة تكلفة إنشائه أقل من نصف السعر اللي اتباع بيه أي مصنع. تمام. طيب في برضه معلومة، يعني المصانع كده اتباعت بأسعار ممتازة،